ما حكم الصلاة خلف من أتى بمشعوذ في بيته ليكشف له عن سحر وقام بتصديقه؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الصلاة خلف من أتى بمشعوذ في بيته ليكشف له عن سحر وقام بتصديقه؟ وقام بتصديقه إن كان هذا مستمرا عليه أنه يأتي بالسحرة فلا يصلى خلفه، أما إن كان أخطأ مرة واحدة وعمل هذا مرة واحدة وانتهى عن ذلك فلا يؤثر على صلاته بهم، يصلي بهم. نعم.